السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم مرة أخرى في عالم مريم للطبخ. اليوم إن شاء الله نوجد فطيرة حلزونية محشوة بالجبن. قبل ما نشوفوا الفيديو نتمنى تديروا لايك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، ونبدأ الوصفة على بركة الله. الفطيره ديالنا غنحتاج لها 5 ديال الكيسان ديال الدقيق، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، معلقه ديال الملحه، جوج معالق السكر، وجوج معالق ديال الخميره الفوريه، فرماج الحشوه، وجوج كيسان ديال الماء. نبداو على بركه الله. غنديروا المكونات ديالنا اللي هي الدقيق، نضيفو الخميرة والسكر، ونضيفو جوج كيسان ديال الماء. البنات، هو الخليط من بعد ما زجناه جميع العناصر، بقى لنا هنايا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، وبقات لنا الزيت والحليب والملحة. هادو ان شاء الله في المرحله الثانيه من بعد ما تخمر لينا العجينه غادي نضيفوهم ونرجع معكم. البنات، هذا الخليط ديالنا من بعد 10 ديال الدقائق، دابا ان شاء الله غنضيفو عليه الدقيق اللي بقى لينا والملحه والحليب والزيت. نضيفو الدقيق ديالنا، الملحه، نضيف الحليب، هكا كتكون العجينة ديالنا وخفيفة. دابا غنخليوها 10 دقائق أخرى تخمر ونرجع معكم. الحشوة عبارة عن فيتا تشيز، فروماج كريمي، شوية النعناع، وشوية ديال المعدنوس، وفروماج موزاريلا. العجينة ديالنا من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق نحاول نطلقها بشكل طولي، غنستعن بالمدلك. البنات، احنا طلقنا العجينة ديالنا على هذا الشكل هذا. دابا غنبقى نحط الحشوة ديالنا، الحشوة ديالنا من بعد ما حطيناها كنجيو لهنا نقطعو على هاد الشكل هذا. عندكم قطع ديال البيتزا قطعو بيها، اللي ما عندوش قطع بالموز ولكن حتى شي مشكل. البنات، من بعد كنلوى على هذا الشكل هذا، البنات من بعد ما حطينا الفطيرة ديالنا في المول غطيناها، غنخليوها لمدة 10 دقائق وندخلوها للفران اللي مسخن مسبقا على 180 درجة. من بعد ما خرجنا ما دهنا الفطيره ديالنا بصفر البيض ودخلناها الفران، هذه هي النتيجه النهائيه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم، وتكتبوا لي تعاليقكم وتخليوا لي لايك، وان شاء الله في فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله. خليتكم فرحة الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.